يصارع عادل سابا مرض السرطان الذي وصل إلى مراحل متقدمة ففتك برئتيه، أطبق المرض عليها. يبذل جهداً للتنفس والحديث قدر ما استطاع من كلمات يلقي فيها باللائمة على قرب سكنه من معمل الذوق الكهربائي، السبب المباشر لإصابته بالسرطان كما يقول. لسقط عيب غصة، فسقط عيب معمل الذوق كله، إنه من فتت 5 6 سنين حسيت بالكانسر، وبعد هذا عم تعالج من الكانسر. ففي تأثير كبير من معمل الذوق على المنطقة كلها. الدكتور بول مخلوف غير مكان إقامته في بلدة الذوق الكسروانية منذ عام 2000، لكنه أبقى على عيادته التي وثق فيها ارتفاع الإصابات بأمراض الرئة بنسبة تصل إلى 6% اليوم، بسبب ما يصفه بالانبعاثات السامة الصادرة عن معمل الذوق لتوليد الكهرباء. وصلنا أنه لثلاث نتائج. أول نتيجة أنه التلوث زاد من وراء المولدات الخاصة يلي موجودة بالمنطقة، يلي زادت العبء بالتلوث فوق معمل الذوق. تانيا لأن نوعية الفيول يلي سنة عن سنة عم تيجي أرت وأنزع من السنين يلي قبل، يعم يسترخصوا يعم يجيبوا بطريقة غير مدروسة كمان أثرت. تالتا للكثافة السكانية يلي بالمنطقة زادت كمان، وهيدي صار التلوث عم يزيد على الشعب. بلدية الذوق تبلغت من وزارة الطاقة أنه لا يمكن وقف العمل في المعمل لأنه الوحيد الذي يزود المنطقة كما المرافق الحيوية بالكهرباء، وتحدثت البلدية عن نوعية رديئة من الفيول تستخدم لتشغيل المعمل أدت إلى تلوث الهواء ورفع نسب الأمراض. بالمنطقة المحيطة عندنا أكثر من 200 إصابة السرطان، منه سرطان الجلد، سرطان العين، سرطان الرئة، الجهاز التنفسي، وهيدي أرقام كلها صادرة عن مستشفيات المنطقة أكثر ما هي من إحصائيات البلدية. أظهرت دراسة لمنظمة جرين بيس في العام 2018 أن بلدة جونية في جبل لبنان تحتل المرتبة الخامسة من بين الدول العربية الأكثر تلوثاً. يناشد الأهالي هنا أن يتحول معمل الذوق الكهربائي إلى العمل على الغاز الصديق للبيئة، لأن كلفة الفاتورة الاستشفائية وخطر الموت والمرض حسب هؤلاء ترتفع عاماً بعد عام. جين عفيش، الحرة، جبل لبنان.